بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، وبعد. اليوم اللي هي الحصة الثالثة، وما زلنا في كتاب الله، نخلص المفيد كاملا وندخل على المؤنس. أيضا بشرح لكم منهج التربية الإسلامية، يا إما أخليه يوم السبت بالتناوب، يا إما يكون مثلا يوم زي يوم الجمعة كده ولا شيء. جميع الحصص مجانية مهداة من سلسلة البيان التعليمية. نكرر تاني، جميع هذه الدروس والحصص مجانية بدون أي مقابل مادي، إهداء مني من سلسلة البيان التعليمية. سلسلة البيان التعليمية موجود منها كتب الاختبارات الشاملة من الصف الخامس لغاية صف الثاني عشر. صف السنة عشر لسه ما طبعش، لأن منتظرين نشوف الاختبارات السابقة في العام الماضي بتاعة الأحياء والفيزياء والكيمياء الوزارية، يعني لازم تكون الاختبارات وزارية، احنا منتظرين عشان كده، يعني خلال شهر إن شاء الله تكون موجودة. يعني إن شاء الله موجود منها. أستاذ، أي درس اليوم؟ اليوم حاضر حبيبي، حاضر. اليوم هناخد إن شاء الله درس الإغراء والتحذير. درس الإغراء، وإيه يا أولاد؟ الإغراء والتحذير. الحصتين السابقتان شرحنا درس التعجب، شرحنا أسلوب الإيه؟ أسلوب التعجب. والحصة السابقة أخذنا مراجعة شاملة على أسلوب التعجب. النهاردة بنشرح أسلوب الإغراء والتحذير، وهو أسهل درس في النحو كله، مش في سنة عشر بس، أسهل درس في النحو كله. لكن أنا عايز جماعة الحلوين دول، قبل ما أشرح الأسلوب الإغراء والتحذير، لازم الأول يكون بالك وفكرك في حاجة قبلها لازم تكون عارفها، وهي الفرق بين الجملة الإسمية والجملة الفعلية. هشرح الايه الفرق بين الجملة الاسمية والجملة الفعلية. طبعا ده حاجات كلها بسيطة وانتم عارفينها. ايه دخل الجملة الاسمية والجملة الفعلية في موضوعنا في درسنا يا استاذ يا دكتور؟ اقول لك، انت عشان تفرق بين الجملة الاسمية والجملة الفعلية هتعرف تحل السؤال بتاع الإغراء والتحذير، خاصة السؤال يقول لك استخرج الإغراء واستخرج التحذير. يعني إيه الكلام ده؟ الجملة الإسمية معروفة، هي الجملة التي تبدأ باسم. الجملة الإسمية هي إيه يا أولاد؟ ها؟ هي الجملة التي تبدأ باسم. التي تبدأ باسم. ممتاز، صح كده، أهي. اسم. إسمية. هي الجملة التي تبدأ باسم. طبعا كل الدنيا عارفاها، يعني بتاع سنة خمسة عارفها، يعني حياة كلها بسيطة جدا، بس أنا بنطلق منها عشان تعرف تفهم الدرس كويس. أنا بركز على الفهم، مش مجرد أشرح كده وحل وخلاص، لا، يعني لازم أنت تفهم الموضوع كله من بدايته. في عندنا جملة اسمية وفي عندنا جملة فعلية. الجملة الاسمية بتبدأ باسم، والجملة الفعلية تبدأ بإيه؟ تبدأ بالفعل. طيب، يعني مثلا أقول لك مثلا إيه؟ الصلاة عماد الدين. الصلاة عماد الدين. فاهم كده؟ ماشي. هنلاحظ إن الجملة ديت يا ولاد، الجملة الصلاة عماد الدين، هي جملة اسمية بدأت باسم وانتهت بالخبر. بقى الصلاة عماد الدين، تمام كده، الصلاة مبتدأ واحتاجت لخبر، هي كلمة عماد الدين. ولما أقول التواضع
حسن الخلق، التواضع حسن الخلق، صح كده؟ يعني ايه الكلام ده؟ هذه جملة اسمية بنقول لك ان التواضع حسن الخلق، احتاجت لركنين اساسيين، مبتدأ الصلاة خبر. عن الدين مبتدأ وخبر، والتواضع حسن الخلق، التواضع مبتدأ وحسن هي الايه، هي الخبر، صح كده؟ تمام. طيب اما بقى يا اولاد الجملة الفعلية، هي الجملة التي تبدأ بإيه؟ بفعل تبدأ فعل يا أولاد بفعل، صح كده؟ فعل سواء الفعل ده موجود أو محذوف جوازا أو محذوف وجوبا، زي مثلا بقول لك اتق الله، اتق الله، هذه الجملة جملة اسمية ولا جملة فعلية؟ جملة فعلية، والفعل ضمير مستتر تقديره أنت. ممتاز، اتق فعلية. هاي جملة فعلية تبدأ بفعل، اتق الله، اتقي فعل أمر مبني على حذف حرف العلة، والفاعل ضمير مستتر زي ما قال زميلكم تقديره أنت، ولفظ الجلالة مفعول به منصوب وعلامة نصبه، صح كده؟ طيب لما أقول لك احذر اللئيم، احذر الإيه؟ احذر اللئيم، هذه جملة اسمية ولا جملة فعلية؟ جملة فعلية فعلية. جملة والفعل إيه يا أولاد؟ ضمير مستتر نفسه جملة أنت. فعلية، صح كده؟ بدأت بفعل، الفعل هنا احذر، هذا فعل أمر مبني على السكون، والفاعل مستتر تقديره أنت، يعني احذر أنت اللئيما، مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة، هذه جملة فعلية، صح كده؟ تمام. طيب لما اقول احضر التدخين، احضر التدخين، هذه برضو جملة يا اولاد، جملة ايه؟ جملة أحضر فعلية. فعلية. تمام، جملة ايه؟ جملة فعلية، تمام كده. طيب في الجملة الاسمية يقول لك التدخين ضار بالصحة، هذه جملة اسمية ولا جملة فعلية؟ جملة اسمية. اسمية اسمية. بداية الاسم التدخين من ضار، الألف واللام. ها؟ التدخين ضار، جملة اسمية ولا فعلية؟ ما حدش جاوبني، ها؟ جملة اسمية. جملة اسمية. اسمية. بدأ، ها؟ جملة جملة اسمية ولا اسمية. فعلية؟ جملة جملة اسمية، اسمية. هاي التدخين جملة ضار اسمية. بالصحة، هذه جملة اسمية، أنا بأخبرك بأن التدخين ضار بالإيه يا أولاد؟ ضار بالصحة. طيب ما اقول اللئيم، اللئيم مصاحبته محنة، يلا اللئيم مصاحبته محنة، جملة جملة اسمية. اسمية اسمية. ولا جملة ايه يا ولاد؟ ولا جملة. طيب ما اقول احذر اللئيم، اسمية ولا فعلية؟ فعلية. واقول احذر التدخين، فعلية. طب قلت اجتنب، فعلية. جملة فعلية، فعلية. فعلية. اجتنب التدخين، فعلية. فعلية. قول فعلية. اتق الله. فعلية. 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 طيب لو انا حذفت بقى الفعل يا ولاد هتبقى برضه هي جملة فعلية، قول الله يعني اتق الله، اللئيم معناها احذر اللئيم، معناها ابتعد او اجتنب التدخين، هي برضو جملة فعلية، هي برضو جملة يا اولاد، جملة فعلية، سواء الفعل محذوف جوازا او محذوف وجوبا، مثلا قول الله، هي اصلها اتق الله، اللئيم اللئيم، هي اصلها احذر اللئيم، احذر اللئيم، التدخين والإدمان هي أصلها اجتنب أو احذر التدخين والإدمان. فهمتم أنا عايز أوصل لإيه؟ عايز أوصل إنك تفهم الفرق بين الجملة الإسمية والجملة الفعلية علشان أنت بعد كده ما تتغشش، ممكن يحط لك كلمة التدخين وتطلع هنا جملة إسمية، ممكن يحط لك كلمة اللئيم وتطلع جملة اسمية زي ديت، واضح كده؟ يبقى انت لازم الاول في تفهم الجملة الاسمية وتفهم الجملة الايه، الجملة الفعلية.
وانطلاقا من هذا الكلام نشرح درس النهارده اللي اسمه الاغراء، والتحذير. الاغراء يا اولاد تحذير والتحذير كده تمام. الاغراء والتحذير ده يا اولاد ده بيكون في جمله فعليه، ما بيكونش جملته اسميه، يعني ما ينفعش جمله زي دي كده اسمها جمله اسميه، بتخبرنا بس فيها اخبار. الصلاه عماد الدين بيخبر ان الصلاه عماد الدين. التواضع حسن الخلق بيخبرنا بان التواضع حسن الخلق. والتدخين ضار بالصحه، بيقول لك بس كده يعني ايه، ما بيحذرناش منها، هو فيها اخبار بان التدخين ضار بالصحه، وان اللئيمه مصاحبته محنه. تمام كده يا اولاد. لكن بقى في جمله الاغراء والتحذير بيكون الامر شويه مختلف. يعني ايه الاغراء؟ الاغراء هو حث المخاطب، الى امر محمود علشان يعمل، صح كده؟ ده الايه يا اولاد؟ حفظ زي اسمك بالظبط. اسلوب الاغراء هو حث المخاطب الى امر محمود علشان يعمل حاجه حلوه كده، بيقول له عليها اعملها. طيب ايه صور بقى الاغراء؟ يعني ازاي العرب تكلموا باسلوب الاغراء؟ ازاي العرب اتكلموا باسلوب عملوا اسلوب الاغراء ازاي؟ ازاي لما يجي يعبر عن مضمون جمله مستخدما اسلوب الاغراء؟ مثلا هما ثلاث طرق يا اولاد كانوا يستخدمون بها اسلوب الاغراء. مره يقول له الصلاه، ومره يقول له الصلاه ومره يقول له الصلاه والزكاه. فهمنا كده؟ ادي يا اولاد لما يجي يعبر عن مضمون جمله الاغراء يستخدم احدى الصور الثلاثه التاليه. يقول الصلاه دي بنسميها وحده، المغرى به وحده. عايز تقول مفرد يبقى صح عادي. طيب يقول الصلاه يبقى المغرى به مكرر. لما اقول الصلاه والزكاه المغرى به معطوف، على مغرى به اخر. فهمنا حاجه يا اولاد؟ نقولها تاني. عندنا الاغراء له ثلاث صور، يعبر بها العرب عن الاغراء، اللي هو عايز يحس المخاطب، حس اخوك، حس اختك، حس حد اصغر منك الى حاجة حلوة كويسة تقول له اعملها. كان العرب يستخدمون احدى الصور الثلاثة، اما المغرى به وحده، مغرى به اللي هو الشيء المحمود اللي انا بقول له اعمله، اما يكررها مرتين يقول له الصلاة واما يجيبها له ويجيب له حاجة كمان مرتبطة بيها كمان يعملها هي كمان، زي ما يقول الصلاة الصلاة والزكاة. صعبة دي يا أولاد؟ هو ده أسلوب الإغراء. وخلص كده أسلوب الإغراء. في أي حاجة صعبة في الإغراء؟ في حاجة مش مفهومة؟ طيب نقولها تاني. إيه هو الإغراء تاني بقى؟ نعرف الإغراء كده تاني. ها؟ هو إيه بقى؟ يلا هو حث المخاطب إلى أمر محمود يفعله علشان إيه بقى؟ علشان يعمل حاجة حلوة كويسة يعملها. الصلاة ده لا هي تنفع إغراء وتنفع تحذير، يعني حاجة حلوة ولا مش حاجة حلوة؟ حاجة حلوة، حاجة حلوة يعملها، صح كده؟ الصلاة. طيب لما تقول الصلاة بس، نوع بقى سورة الإغراء إيه؟ أقول له تقول للمغرى به وحده، المغرى به إيه؟ وحده. تمام. يقول لك الصلاة تقول المغرى به مكرر، مكرر، صح كده؟ الصلاة والزكاة، ها؟ مغرى به مغرى به آخر، على مغرى به إيه يا أولاد؟ مغرى به إيه آخر. طيب يا ترى الجملة ديت الصلاة أو الصلاة أو الصلاة والزكاة ديت جملة اسمية ولا جملة فعلية؟ جملة اسمية.
اخس عليك يا واد يا هو حبيبي. انت قلت اول شيء ما ينفعش يكون جملة اسمية. ممتاز، عشان كده في الاول قلت لكم خد بالك من الجملة الاسمية والجملة الفعلية. طيب يا سيدي، يعني هتعرف ايه يا استاذ؟ الاعراب يا سيدي، هذا الاعراب. الصلاة تتعرف كده، مفعول به لفعل محذوف جوازا تقديره إلزم، تقديره إلزم أهو. يبقى كأن هنا بقول لك إلزم الصلاة، إلزم الإيه؟ إلزم، ألزم الصلاة صح كده؟ صح كده؟ صح طيب يبقى الصلاة تتعرف إيه؟ إلزم أنت الصلاة، يبقى إلزم ألزم أنت الناس الصلاة الفاعل أنت، ولا والصلاة تتعرف إيه حبيبي؟ مفعول إيه؟ ها؟ مفعول 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 به فاعل موصوف محدود بفعل ولا محذوف جوازا تقديره ايه؟ الزم. دايما الفعل هنا ألزم اسلوب الاغراء تقديره الزم، تقديره ايه؟ دي ثابته كده على طول، ألزم تقديره الزم. ماشي خلاص، قدر الفعل المحذوف، قدر الفعل الايه؟ المحذوف. ماشي يا حبيبي، يبقى هنا الصلاة، يبقى الصلاة مفعول به منصوب في محصول تقديره، يبقى تقديره إلزم. ماشي حبيبنا. طيب لما أقول الصلاة، الصلاة تبقى بقى اللي هو أسلوب التاني بقى، هعرف الأولانية إيه؟ أول كلمة هتتعرب نفس الإعراب السابق، نفس الإعراب الإيه؟ نفس الثانية الإعراب معك السابق. بعد مضاف إليها الكلمة التانية خدناها في صف عاشر، مضاف إليها هنقولها ها؟ معك نعم بدل ها بدل نعم توكيل ها توكيد، حال توكيد لفظي. برافو عليك، توكيد لفظي في صف عاشر يا اولاد، هو تكرار الكلمة مرتين، صح كده؟ توكيد لفظي بيدع ما قبله في الايه يا اولاد؟ في الاعراب. يبقى برضو يكون توكيد لفظي منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. ماشي، ولكن فهمنا الحته دي كده، فهمناها ولا ما فهمناهاش؟ نقولها تاني. فاهمين ايوه، اللي هو المغرى به بيتعرب مفعول به ولا مغمض كده، مفعول به لفعل محذوف تقديره إلزم، يكون كلمه واحده يعني مفرد ولا وحده، تمام كده، يكون جوازا الفعل محذوف جوازا. أما لو كان مكرر أو معطوف بيكون وجوبا، يكون إيه يا أولاد؟ يكون محذوف إيه؟ وجوبا مفعول به منصوب لفعل محذوف وجوبا تقديره إلزام. أما الصلاة اللي هي التانية اللي هي كلمة مكررة، ثانية واحدة كده معايا مكالمة. ألو، وعليكم السلام يا حاج مصطفى حبيبي. معرفش والله، ليه معرفهاش؟ محمد مش معانا اصلا، يمكن الجدع التاني. محمد مش معانا، اه مش معانا محمد. اه في حسين معانا، حسين يكون معانا ان شاء الله. معرفش والله، اول مرة اعرفها دي. محمد مصطفى عشان معلش، نزلها وانا هبعت رسالة رسالة لحسين، خليك جيلك ماشي، أو أنت ابعت له رسالة ماشي. ماشي ماشي ماشي، حياك الله، سلام. معايا يا حبايبنا، نقول تاني، معاك نقول تاني. أسلوب الإغراء المغرم به، نقول تاني يا شباب، أسلوب الإغراء وحث المخاطب إلى أمر محمود يعمله، حاجة حلوة بتقول له اعملها عشان هي حاجة حلوة مفيدة له في دنيته، حاجة حلوة ديت اللي هي اسمها المغرم به. العرب قالوها، عبروا عن مضمون جملة الإغراء بإحدى الصور الثلاثة، يا إما يجيبوها مفرد، يا إما يجيبوها مكرر، يا إما يجيبوها بينها حرف عطف اللي هو الواو ده حرف عطف. مفرد زي مثلا الله، الصلاة، الصيام، الزكاة، بر الوالدين وهكذا.
يكرروها يعني يقولها مرتين: الله الله، الصلاة الصلاة، الصيام الصيام، الزكاة الزكاة، وهكذا. لما يكون معطوفة، لما يكون معطوفة زي مثلا الصلاة والزكاة، العلم والإيمان، الإيمان والعمل الصالح، وهكذا. طيب بتتعلم إيه؟ بتتعلم إيه؟ أول كلمة اللي هي مغرم بيتعلم مفعول به منصوب لفعل محذوف تقديره إلزم. هذا الفعل إما جوازا يعني حذفه جوازا، يا إما وجوبا يا إما. أستاذ عندي سؤال، اتفضل. هو إلزم ثابت في كل كل الدرس أسلوب الإغراء إلزم ثابت. بس شرط يكون تقريبا أمر صح؟ ما هو أمر زي لا الإغراء بس، يعني تقديره مش شرط إلزم، ممكن اقرأ يعني لازم يكون أمر. ماشي، احنا هنشتغل على إلزم. تمام ماشي، احنا هنشتغل على ايه؟ على إلزم في إلزم ما جاء في كتاب كل المدرسة. ماشي، لكن لو يعني كانت الله مش هينفع تكون إلزم. اتق الله إلزم برضه، هي إلزم. ماشي، يعني اتق المشي الله إلزم في قول كل اتق الأمثلة، الله مثلا. ها، المشي إلزم في كل الأمثلة. نمشيها إلزم. تمام ماشي، إلى للضرورة. مثلا الله هنقول اتق الله، ماشي، عشان برضه ما ينفعش نقول إلزام الله، نخليها اتق الله. لكن إذا جاء سؤال في الامتحان وجه قال لك قدر الفعل المحذوف، يبقى أنت مغمض في الأسلوب الإغراء إلزم، وفي التحذير هنقول لما نخلص شرح الإيه الشرح. حبيبنا، في حد عنده أي استفسار تاني في الجزئية ديت؟ السلام عليكم، ازيك يا عم حسين، كيف الحال؟ بقول لك الأخ مصطفى معاه مجموعة كتب وكان عايز يوديها للمخزن، وحصل القفل متغير، فرجاء التواصل معاه وشوف بقى قبله فين، أو ابعت له المفتاح أو هو يجي لك زي ما تحب. حد له أي استفسار تاني؟ طيب نقول الصلاة سورة المغرب بيه إيه يا أولاد؟ ها، نقول وحده أو مفرد؟ مفرد طب الصلاة مفرد الصلاة، مفرد ها، نقول بيها إيه؟ مكرر مكرر. مكرر. الصلاة والزكاة المغرم به إيه يا أولاد؟ معطوف على معلم مغرم يجب معطوف آخر مغربي آخر. معطوف على مغرم به إيه آخر؟ طب نيجي للإعراب. الصلاة بس تتعرب إيه؟ زي ما قلنا سابق، مفعول به منصوب لفعل محذوف تقديره إيه بقى؟ تقديره إلزم. طيب والصلاة التانية تتعرب توكيد لفظي منصوب وعلامة نصبه الفتحة الإيه؟ مفعول به معلم منصوب بفعل جوازا. طيب استاذ السؤال، نعم معلم هاش، انت معلم هاش؟ انا معلم جغرافيا. ما شاء الله عليك، هذا مادة هاش تعلم؟ جغرافيا كيمياء. برضه كيمياء انجليزي انجليزي كيمياء كيمياء. How are you fine؟ يلا كمل استكمل طيب الامتحان طيب ان شاء الله. هذا انا كم عاد. الصلاة الصلاة والزكاة الأول حبيبنا، برضه هي نفس الإعراب اللي فات. استاذ نعم، تعرف انت جالس انا الحين في الاسبوع اسمع من ده. بقالنا اسبوع، ما هو ده الاسبوع بتاع الاغراء والتحذير. هو كل المدرسين بيشرحوا في اول، لسه في اول المنهج يعني. الصلاة لا والزكاة. استاذ، ها، استاذ انا ما اقول لك اول اسبوع، انا في العزبة، في العزبة مع البوش. مال البوش؟ ايوه ماشي يا حبيبي، ما تلاقيش فاتح وانا ايدي قاعد معاك. اسمع من ده ما شاء الله، ارتحت لك صدقني. انا كمان مرتاح لك ان شاء الله، ربنا يوفقك. تسلم تسلم استاذ، يلا كمل. ربنا يوفقك يا رب. آمين إن شاء الله وياك. الصلاة والزكاة، الصلاة والزكاة أول كلمة تتعرب إيه يا حبايبنا؟ ثابت زي ما قلنا كده، مفعول به منصوب مفعول به محذوف وجوبا تقديره إلزم. ممتاز. طب والزكاة؟ ها، اسم معطوف معطوف، اسم منصوب معطوف، وعلامة تصبيب فتحة. الظاهر اسم على منصوب آخر علامة نصب الضم الظاهر الآخر. ضم إيه يا ولا؟ فتحة يا ولا، اصحى فتحة. ازيك انت؟ انت نسيت، انت بتاع البوش انت. طيب يا اولاد، ممكن بقى على فكره الدروس دي بتحتمل وجهين من الاعراب، زي ما زميلكم قال من شويه، نمشيها الزم ولا نمشيها اتق الله، نمشيهم الاثنين يمشي. والزكاه ديت اللي عايز يقول بقى اللي هو حرف عطف، والزكاه اسم معطوف صح، واللي عايز يقول الزكاه مفعول به منصوب هي كمان، الاثنين صح. الاثنين
يعني التقدير الزم الصلاه والزم الزكاه. عايز تعربها كده صح وعايز تعربها كده صح، اللي ترتاح فيه اعمله. ماشي، ها، اللي ترتاح فيه اعمله. الاثنين اعربهم صح. ماشي. تاني، الصلاه مفعول به منصوب، خلاص خلصنا الموضوع ده. الزكاه زي ما زميلكم عربت من شويه، قالت يا استاذ تتعرب اسم معطوف، قلنا صح. اللي عايز يعربها مفعول به، الاثنين صح. خلاص كده استاذ، استاذ بطلع عنك، انا عندي بعشي بوش، انا هنطلعك انت بتاع بتاعنا. طال عمرك استاذ محمد، ايه هالدراسه احنا في العزب؟ اقعد مؤدب بقى عشان ما زمالك ما يتضايقوش منك. يلا زين استاذ، يلا كمل كمل شايف. لا هي لا تحس عزيز، أنا مزعج، انت مش مزعج. كمل استاذ، هذا كمل. واضح يا استاذ، الصوت واضح؟ ايوه حاشني بتاع الجوش. واضح 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 واضح. طيب طيب، يبقى حث المخاطب الامر محمود اللي يفعله باحدى الصور الايه، باحدى الصور الايه. طيب لما اقول لك مثلا استخدم اسلوب الاغراء، استخدم كلمه الاغراء في تركيب او في اسلوب اغراء يكون صورته مقرر، اقول ايه؟ العلم 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 ايه مقرر، اقول العلم ايه؟ العلم 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 كله بالنصب، العلم العلم، اوعى تقول العلم، صح كده؟ طيب لو عايزينها معطوف على ما على مغرم به اخر، اقول العلم والايه؟ ها ها، العلم والايه؟ نور والعمل والاجتهاد. العلم والاجتهاد، العلم والعمل، صح كده؟ طيب لو عايزينها مفرد بس بقول ايه؟ العلم العلم، صح كده؟ طيب العلم تتعرب مفعول به يا اولاد، يبقى منصوب، صح كده؟ يعني لو قال لك اضبط، تحط على الميم فتحه، تحط على الميم على اخر حرف في ايه؟ في الكلمه فتحه. خلاص كده يا شباب، كده خلصنا الاسلوب بتاع الايه، بتاع الاغراء. ننتقل للاسلوب الثاني وهو اسلوب بتاع التحذير. اسلوب الايه يا اولاد؟ يا استاذ عندي سؤال استاذ. طيب استاذ انا شو اسمع زميلتك الاول، اتفضلي يا استاذ. خلي عنك ايوه استاذ، اذا دائما كانت الاغراء العلم والعلم، العلم العلم والعلم والعمل، لازم كل كلا الكلمتين كلهن نصب عشان نتاكد من هذه النقطه. ليه احنا نقول له ليه نصب؟ ليه ليه نصب؟ ليه تعرف ايه؟ لا اريد اتاكد اذا كانت العلم العمل، العمل بالمنصوب. ما احنا قلنا كله منصوب بقى، الاول كلمه مفعول منصوب والثانيه اسم معطوف منصوب. تمام يا بنات، ما يفهم الاستاذ، انا اقول لك بالمنصوب. تمام، زميلك قال منصوب، يبقى الصلاة مفعول بمنصوب، ما دام منصوب يبقى علامة نصب الفتحة، صح كده؟ إذا كان مفرد الفتحة، الصلاة الصلاة كله بفتحة، الصلاة والزكاة كله بالإيه؟ كله ب أولاد. طيب لما أقول الصلاة فهي عماد الدين، أو الصلاة هي عماد الدين،
حط على الصلاة دي ايه؟ نشكلها ازاي؟ الصلاة هي عماد الدين. فتحة. ها. الصلاة فتحة. ضمة. الصلاة ضمة. هقول تاني. ضمة. 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 ضمة برافو. ليه ضمة بقى؟ لا صح ضمة. ليه ضمة؟ أصل يعني مبتدأ مرفوع. مبتدأ. جملة اسمية. برافو. لأنها جاءت في جملة اسمية. راجل لأنها مبتدأ مرفوع. مبتدأ مرفوع. خد بالك بقى هو ده الشغل والخبطة الوحيدة اللي بيوقعك فيها في الامتحان النهائي. هو ده الشغل والوحيدة اللي بيحاول يوقعك فيها في الاختبار النهائي. ان هو يجيب لك جملة تنفع مبتدأ وجملة تنفع اسلوب اغراء. تمام؟ استاذ. نعم. استاذ. نعم. ما انا اذا تسوي حصة جغرافيا طال شو لي الرابط بس. حصة العربية دي انا فايدة. لسه ما جيش من عند البوش. اسمك ايه يا ولد؟ اسمك ايه انت؟ سوى واحد غير ده. ما كلهم ماشي. ممكن اصدقاء بقى. واحد تاني في نفس المجال. هو عموما اسمه عاشق الجبال. مشكلة. ماشي مش مشكلة. خلي احنا بنسوي جغرافيا وهنسوي كل حاجة يا عاشق يا عاشق الجبال. لو فيزياء يبقى كده زي الفل. هنجيب لك اللي انت عايزه. حاضر. نتواصل معانا الاستاذ تامر عملاق الفيزياء. ربنا انزل يا فيك حبه لا تسبني وما اطلع. طلع عاشق طلع زعلنا ومشي. طيب الله يسلمك. مشوه برضه لواحد تاني. برضه عيله كبيره هي. الصلاه هي عماد الايه؟ عماد الدين. في ايه يا ولا؟ سطلع انا. انا هفتح الصوت على الجميع عشان انتوا شايفين بصراحة. انا لحب مش هفتح الصوت. استعد اسمه سعد ماذا هي بقى. سطلع. انا الصلاة هي عماد الدين. ركز معايا. شو بقى جملة تانية. الصلاة فهي عماد الدين. هنا أولاد بقى الصلاة هي عماد الدين. هنا الصلاة فهي عماد الدين. شوف نفس التركيب. ولكن في الجملة الأولى أنا بعرف الصلاة وبخبركم بأنها عماد الدين. فهذه مبتدأ والجملة الأخيرة خبر. الصلاة هي عماد الدين. أدي الخبر. أما هنا الصلاة بالفتح فهي عماد الدين. يعني كأني أنا بقول لك يا محمد إلزم الصلاة فهي عماد الدين. الفرق هنا أعطالك معنى السببية. كأني أنا بقول لك الصلاة إلزم الصلاة عشان هي عماد الدين. أنا بقول لك هنا كده. يبقى شوف الجملتين متشابهتين في الشكل يا أولاد لكن المعنى مختلف. وهي ديت اللعبة بتاعة الاختبار النهائي في أسلوب الإغراء والتحذير. يبقى الصلاة هي عماد الدين. الصلاة الأولى مبتدأ مرفوع رفع الضمة. والصلاة فهي عماد الدين. الصلاة الثانية دي بقى أسلوب إغراء. هتعرب مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتح. أظن كده واضح بقى. الصلاة هي عماد الدين. الصلاة فهي عماد الإيه؟ الدين. طيب لما نيجي بقى اولاد نقول التحذير بقى حس المخاطب الى امر مذموم علشان يبتعد عنه. اهو التحذير حس المخاطب الى امر مذموم علشان يبتعد عنه. يعني حاجة وحشة ما يعملهاش. كان العرب يستخدمون الصور الاساسية دي بتاعة الاغراء. هي استخدموها في الصور. استخدموها في التحذير. يعني ايه نفس الصور؟ طبعا نفس الصور مع اختلاف الكلمات. يا اما به المحذر منه وحده. يا اما المحذر منه مكرر. يا اما المحذر منه معطوف على محذر منه اخر. يعني ايه الكلام ده؟ يعني مثلا هيحذرك من التدخين يقول لك التدخين. لو كان محذر منه مفرد.
طيب لو كان مكرر هيقول التدخين التدخين، تمام كده؟ لو كان معطوف هقول التدخين والإدمان يا حبيبي. خلاص كده نفس الايه الطريق. ايه الفرق بين ديت وبين ديت؟ الطريقه الاولى حاجه حلوه يعملها اهو، حاجه كويسه محموده يفعلها، حث المخاطب الى امر محمود ليفعله، الصلاه 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 والزكاه. هنا الحاجه السيئه التدخين 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 والايه والادمان. ماشي يا اولاد؟ يبقى هنا التحذير بيحذر، هو حث المخاطب الى امر مذموم علشان يبتعد عنه. استخدم العرب الصيغ النفسيه اسلوب الاغراء بالاضافه الى صيغ اخرى هنقولها كمان شويه. التدخين لم يكن المحذر منه وحده مفرد، التدخين التدخين المحذر منه مكرر. لما يكون بقى الصورة الثالثة التدخين والإدمان، ها المحذر منه معطوف على محذر آخر. ثانية واحدة، طيب معلش ابعته طيب رقمك او اللوكيشن وهو يجيلك دلوقتي، عشان هو بس موجود هناك وانا مش عارف ايه اللي حصل، يعني التفاصيل دي ما اعرفهاش. وكان قال لي بعت لي كتب، بعتهم له كتب في النقليات وراح يوديها المخزن لقى مقفول، ده اللي حصل. السلام عليكم. نقول تاني يا اولاد تحذير، استعمل العرب صيغ ثلاثه لنفس الصيغ بتاعه اسلوب الاغراء بإضافة لصيغ أخرى نشرحها كمان شوية. قينا أهو محذر منه، المحذر منه مفرد، تمام. ورجع التدخين التدخين، ها يبقى المحذر منه مكرر. ورجع التدخين والإدمان محذر منه معطوف على محذر منه الآخر، محذر منه إيه منه معطوف. طيب تتعرب ايه دي بقى؟ امول التدخين تتعرب ايه؟ ها نفس الاعراب بتاع مفعول به منصوب، صح كده؟ منصوب لفعل محذوف. جوازا ولا وجوبا؟ جوازا. تقديره هنا ايه بقى؟ تقديره تقديره ابتعد احذر انه بيقول احذر التدخين. طيب يعني في دماغك كده، ولما يقول احذر التدخين يبقى الجمل التلاته دول اسميه ولا فعليه؟ فعليه. برافو، هي فعليه. بس فعلها يا اولاد مش شايفينه، فعلها مش شايفينه، بس هي فعليه، وبالتالي ما ينفعش تتعرب مبتدا. ده المفعول به منصوب لفعل محذوف جوازا تقديره ايه؟ احذر. طيب اجي اقول التدخين 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 مفعول به منصوب بفعل محذوف جواز تقديره احذر. الاولانيه تعرب ايه؟ ها مفعول به منصوب لفعل محذوف جوازا تقديره احذر، فعل محذوف جوازا تقديره احذر. جوازا بقى، جوازا لما يكون مفرد بس، جوازا لما يكون مفرد بس، وجوبا وجوبا لما يكون مكرر او معطوف، تمام كده؟ خلاص كده ماشي. طيب لو قلت التدخين الثانيه تتعرب ايه؟ مؤكد. توكيد يا ولد. توكيد. توكيد لفظي منصوب وعامه نصب الفتحه. طيب لو قلت التدخين، صح كده؟ والادمان. يلا مفعول به منصوب لفعل محذوف
وجوبا تقديره احذر. ممتاز. والثاني الادمان كنا معطوف. ممتاز. زي او زي الثانية دي مفعول به منصوب لفعل محذوف وجوبا تقديره احذر. والادمان الثانية لو حرف عطف اسم معطوف. والادمان اسم معطوف او تتعرب ايه او انت فيها حالتين من الاعراب وتنصح. يا اما تقول اسم معطوف منصوب صح او تقول مفعول به صح كده مفعول به منصوب معطوف تقديره احذر. ماشي يا حبايبنا اي طريقه تعجبكم هما الاثنين ايه هما الاثنين. لحظه يعني الكلمه اللي تيجي بعد حرف العطف ينفع اعربها مفعول به بهذا الاسلوب بس عشان ما تعمميش الموضوع كله في هذا الاسلوب بس كاني بقول احذر التدخين واحذر الادمان صح كده في المعنى كده يمشي كده او احذر التدخين والادمان لو قلت احذر التدخين والادمان يبقى كان هنا لو حرف عطف الادمان اسم معطوف لكن احذر التدخين واحذر الادمان هنعبر مفعول به واصله لك كده ايوه مفيش فيها اي ايه مفيش فيها اي مشكله وجينا ان العرب ما سكتتش لازم يقولوا ايه صحتك والتدخين وقالوا اياك والتدخين وقالوا اياك من التدخين وقالوا اياك ان تدخن صح ولا مش صح 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 مش صح صح. صح. ممتاز ممتاز صحتك والتدخين وإياك والتدخين وقالوا إياك من التدخين وقالوا إياك أن تدخن أن تدخن يا ترى الصورة بتاعتها لما قالوا صحتك والتدخين يعني المحذر له زائد واو صح كده زائد المحذر منه المحذر له اللي هو الاسم الذي يخشى عليه اللي هو صحتك دي تمام زائد واو بعدها واو اللي هي دي وبعدين المحذر منه اللي هي التدخين اللي هي دي يبقى صحتك والتدخين يبقى صحتك المحذر له و اللي هو واو دي التدخين اللي هو المحذر المحذر منه. طب تيجي نعرف كده صحتك والتدخين يلا صحتك قالت تتعرف كده مفعول به منصوب منصوب لفعل محذوف تقديره وجوب تقديره هنا ايه بقى اولاد ها تقديره صن مش احذر مثلا عندي سؤال بقى اكمل بس عندي سؤال صحتك هكمل بس هكمل صحتك والتدخين صحتك اللي هو المحذر له زائد الواو زائد المحذر منه يبقى مفعول به منصوب لفعل محذوف تقديره صن عايز تقول جوابا ماشي خلاص والتدخين او حرف عطف والتدخين اسم معطوف منصوب صح عايز مفعول به صح خلاص كده ماشي طيب صحتك والتدخين لسانك والكذب المثال بقى في كتاب المدرسه لسانك ها يعني عايز مفعول به منصوب لفعل محذوف ها مفعول تقديره صن مفعول به منصوب لفعل محذوف تقديره صن ماشي عايز تقول احذر تمشي برضو عادي الاثنين صح ولكن كتاب المدرسة جايب كلمة صن ماشي لسانك مفعول به منصوب منصوب لفعل محذوف تقديره تقديره صن تقديره تقديره صن والكذبة الكذبة مفعول إباها ولو مفعول به أو برضو اسم معطوف منصوب علامة نصبه الإيه نصبه حاجة واحد قال عاد سؤال خلاص الإجابة وصلت ممتاز ممتاز طيب بعض العرب قالوا إياك والتدخين وإياك من التدخين وإياك أن إيه أن تدخن أول كلمة برضو مفعول به نفس الإعراب السليم بتاعنا إياك
هي ديت مفعول به في الثلاثة، صح كده؟ اه برضو. تقديره ايه يا اولاد؟ تقديره احذر، ماشي. عايز تقول احذر برضو، صح. احذر اياك واحذر التدخين، يبقى اياك مفعول به لفعل محذوف تقديره احذر، والتدخين الواو حرف عطف، والتدخين مفعول ايه؟ مفعول به. يبقى اياك والتدخين مفعول به. اياك من التدخين، اياك ده اعراب ثابت ومن حرف جر، والتدخين اسم مجرور. اياك برضو اعراب ثابت، وان مصدريه، تدخن فعل مضارع منصوب. يبقى لما يجي يقول لك بقى لسانك والكذب، ايه صورته؟ ده اسلوب ايه؟ تحذير. ما صورته هنا؟ لسانك والكذب ما صورته؟ تقول لي الصوره بتاعته محذر، ما هو تحذير، اسلوب تحذير. ايه صورته؟ محذر، محذر. ايه المحذر له هو، والمحذر منه. المحذر له زائد واو زائد الواو زائد المحذر، ايه بقى؟ زائد المحذر ايه؟ زائد المحذر منه، صح كده؟ بصحتك والتدخين، المحذر له زائد الواو زائد المحذر ايه؟ زائد المحذر منه. طيب نقول اياك والتدخين صورته ايه؟ صورته تقول له اياك زائد واو زائد المحذر منه. اياك من التدخين، تقول اياك زائد من زائد ايه؟ زائد المحذر من. اياك ان تدخن، تقول اياك زائد ان زائد فعل مضارع. هذا اسمها يا اولاد؟ اسمها صورته. يبقى نقول تاني، اسلوب التحذير هو حث المخاطب الى امر مذموم ليجتنب. صوره ادي 3 4 5 6 7، سبع صور. أول صورة المحذر منه وحده أو مفرد، محذر منه مقرر، محذر منه معطوف على محذر منه آخر، أو إنك أنت تقول محذر له زائد الواو زائد منه، أو إنك أنت تقول إياك في دول بقى إياك زائد واو زائد محذر منه، إياك زائد من زائد محذر منه، إياك زائد أن زائد فعل مضارع، بس كده. طب لو إحنا حاطينهم في الجدول هنا عادي. هذه الحالة الرابعة، المحذر له زائد واو زائد المحذر منه، تمام؟ أو صحتك والإدماء، صح كده؟ أه والإدماء. طيب خمسة، ناخد بقى إياك، صح كده؟ أهو إياك والتدخين. نقول بقى، نقول لك إيه صورته؟ إياك زائد الواو والتدخين المحذر منه، محذر منه بقى، محذر منه. طيب لو قلت إياك، إياك من التدخين، أقول بقى إياك زائد إيه؟ زائد من، من زائد المحذر منه، صح كده؟ طيب لو قلت إياك أن تدخن، إياك أن إيه؟ تدخن، إياك أن تدخن، يبقى اسمها إيه؟ إياك زائد أن، اللي هي أن مصدرية زائد فعل مضارع، زائد فعل ايه؟ مضارع. سهل سهل جدا. طيب الفعل المحذوف احنا قلناه هنا في الاسلوب، اسلوب التحذير، تقديره ايه يا اولاد؟ تقديره احذر، تقديره ايه؟ احذر، صح كده؟ احذر، احذر. طيب والاسلوب الاغراء تقديره ايه؟ الزم، الزم، تقديره الزم، ماشي. بيقول لك قدر الفعل المحذوف، قدر الفعل المحذوف في الأمثلة الإباه، في الأمثلة التالية، صح كده؟ العلم والعمل، العلم، الزم العلم والعمل، عمل، صح كده؟ آه. خيانة، خيانة الصديق، احذر خيانة الصديق. يبقى في الأولانية اسمها إيه؟ الزم، والثانية احذر. اسمها إيه؟ احذر، احذر خيانة الإيه؟ احذر خيانة الصديق، صح كده؟ ماشي. طيب سؤال تاني، عبر عن كلمة الصلاة مستخدما إياها في أسلوبين مختلفين، واحدة أسلوب إغراء والتانية أسلوب تحذير. الصلاة الصلاة وبعد التانية إياك وترك الصلاة، إياك وترك الصلاة أو الصلاة في المقابر مثلا، ماشي كده؟ طيب هنقدر المحذوف إيه؟ قدر المحذوف الصلاة هنا، قدر المحذوف بتاعها يبقى ايه؟ ها؟ الزم، 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 والتانية احذر،
احزم تمام كده. الصلاة هنا الصلاة في سبب الإغراء إلزم، وصف سبب التحذير بيكون إيه؟ بيكون يا ولاد أحسن كده. الدرس بتاع الإغراء والتحذير كده من حيث الشرح، أما من حيث التدريبات لسه مش مخلص. حد له أي استفسار في الجزء بتاع أسلوب الإغراء والتحذير؟ الدرس الدرس سهل، هيلعب لك بقى يا سيدي في الجزئية الخاصة بالتخمين. لحظة واحدة كده أقول لك يعني إيه التخمين في الجزء ده. يا حاج مصطفى، يعني أنت يرضيك إن أنت تسيب الحاجة في الشارع وتمشي؟ إذا كان يرضيك ده معناها إن أنت مش وفلوس الناس دي آخر حاجة تفكر فيها، مال الناس ده بالنسبة لك مش مهم بالنسبة لك. إذا كان أنت يرضيك إن أنت تسيب الحياة في الشارع كده وتمشي، يبقى جزاك الله كل خير. استاذ اذا تشرح المايك ما شغال. ثانيه واحده بس، معايا مكالمه وهرجع لك تاني. في الاختبارات في حاجة لما خلاص بس بامتحان، في حاجة في الاختبارات في الامتحانات بالذات حاجة اسمها التخمين. حاجة اسمها الايه؟ التخمين. التخمين يعني ايه التخمين؟ احنا قلنا الحصة اللي فاتت يعني عايز يوضح لك انت فاهم ولا مش فاهم. صح ولد، نجيب لك كلمتين بالظبط هما الاثنين تحس ان هما يمشوا اغراء ويمشوا جملة اسمية، او تحذير وجملة اسمية. وانا في الاول فهمتك ازاي تفرق بين الجملة الاسمية وبالجملة الفعلية، زي المثال اللي انا قلت لك من شوية ديت. الصلاة هي عماد الدين، والصلاة فهي عماد الايه؟ فهي تمام. الصلاة هي عماد الدين، والصلاة فهي عماد الايه؟ عماد. نفس الشبه، هي حرف واحد بس هو غير المعنى. حرف الفاء في الجملة دي، يقولك الصلاة هي عماد الدين، تمام كده؟ تمام. والثانية الصلاة فهي عماد الايه؟ فهي عماد الايه؟ عماد الدين. طيب ما معنى الكلام ده؟ معنى الكلام ده هلعب لك بقى، هلعب لك في الاختبارات على الجزئية دي. ده بالنسبة لجزئية في التخمين. جزئية تانية لكلمة إياك، لكلمة إيه؟ لكلمة إياك. إياك هتلاقيها برضو في كذا طريقة، لأن إحنا عندنا إياك نعبد وإياك نستعين، صح كده؟ صح. تمام. يعني إياك مش كل إياك تتعرب أسلوب تحذير. إياك ده هي بتبقى مفعول به عادي، مثل قوله هي على طول عامة بتتعرف مفعول به، سواء في اسلوب تحذير او مش في اسلوب تحذير. لكن ممكن يحط لك اياك نعبد واياك تفكر اسلوب تحذير، وهذا كلام خطأ غير صحيح. هذا كلام خطأ غير ايه بقى؟ كلام خطأ وغير ايه؟ وغير صحيح. ماشي حبيبنا؟ طيب تعال نشوف بقى الجزئية بتاعة الكتاب المدرسي. شوف هنا ازاي هلعب لك على الجزئية بتاعة الإغراء والتحذير والجملة الإسمية. أوصيكما من وصية لعلي بن أبي طالب. أوصيكما وجميع ولدي وأهلي ومن بلغه كتابي بتقوى الله ونظم أمركم وصلاح ذات بينكم، فإني سمعت جدكم يقول صلى الله عليه وسلم: صلاح ذات البين، صلاح ذات البين أفضل من عامة الصلاة والصلاة. الله الله في الأيتام، هذه الجملة فعلية
جملة فعلية. ممتاز. اتق الله. ايوه ده الزم الله او اتق الله. وفلا يضيع بحضرتكم الجيران الجيران فانكم وصية نبيكم. ها اسميه ولا فعلية ده؟ فعلية فعلية فعلية. ها جملة فعلية اسلوب اغراء ولا تحذير؟ ها؟ اسلوب اغراء. ماشي. الجيران الجيران فانهم وصية نبيكم ما زال يوصي بهم حتى ظننا انه سيورثهم. الصلاة فإنها عمود دينكم. ها الصلاة فإنها أستاذ عمود دينكم. دي جملة فعلية بتفيد الإغراء. ممتاز. الجهاد بأموالكم وأنفسكم. ها ها فعلية 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 الإغراء صح كده. ماشي. التواصل والتبادل. ها فعلية 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 فعلية. ماشي. وإياكم والتقاطع. إياكم والتقاطع. عليه 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 ده أسلوب تحذير. أسلوب إيه؟ تحذير. تحذير. يا بني عبد المطلب إياكم أن تقتلوا بي غير قاتلي. إياكم أن إيه؟ إياكم أن تقتلوا بي غير قاتلي. أسلوب تحذير. أسلوب تحذير. ماشي. انظروا إذا أنا مت من ضربة هذه فاضربوه ضربة ولا تمثلوا بالرجل فإني سمعت رسول الله يقول إياكم والمثلة. أسلوب هنا فعلية. أسلوب تحذير. أسلوب يا أولاد. أسلوب إيه؟ تحذير. أسلوب إيه يا أولاد؟ تحذير. أسلوب تحذير. السؤال في الامتحان بيجي على كذا شكل. أول شكل يقول لك استخرج أسلوب أسلوب إغراء أو أسلوب تحذير. الشكل الثاني استخرج أسلوب إغراء واذكر الفعل المحذوف أو بين صورته. فعل محذوف الزم اسلوب الاغراء احذر صورته يا اما مفرد يا اما مكرر يا اما معطوف. ان كان بقى اسلوب تحذير يبقى المحذر منه تمام زائد المحذر له زائد المحذر منه او اياك زي زائد احدى صورها الثلاثه سواء الواو او من او فعل مضارع منصوب بان. تمام يا حبايبنا. طيب لو جينا شفنا لو جينا شفنا اختبار مثلا شكل اختبار ازاي هو هيلعب لك على الجزئية. ثانية واحدة. شوف أول جملة اسمها مين يقراها كده؟ أول جملة تواضع. أيوة. هو رضا الإنسان بمنزله دون ما يستحق فضله ومنزله. يا ترى ده أسلوب إغراء ولا جملة اسمية؟ إغراء. برافو. مين مين يزود؟ أسلوب إغراء مفرد. كيف هو بيقول لك بيعرف لك التواضع هنا ده اول غلطه اهو هو عشان يحط لك التواضع يبقى اسلوب اغراء عشان يحط لنا الصلاه يبقى اسلوب اغراء مبتدا او الواء اسميه بس هو ده اللي انا بقول عليه من اول الحصه هو ده اللي هيلعب لكم عليه من اول الحصه ازاي تفهم الجمله الاسميه من جمله الاغراء ازاي تفرق بين الجمله الاسميه وجمله التحذير هنا بيعرف لك التواضع ان هو رضا الانسان ما بيحسكيش على التواضع ما قالكيش تواضعي لو قال التواضع فهو رضا الانسان يبقى عايز يقول لك الزام التواضع لكن هنا ما قالش فهو قال هو التواضع هو واضح كده ايوه واضح واضح يبقى التواضع هو رضا الإنسان بمنزلة دون ما يستحق فضله ومنزلة يبقى التواضع دي تتعرب إيه يا أولاد مبتدأ ولا مفعول به مبتدأ 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 مظهر على خير هو هلعبك بقى على الجزئية دي هلعبك على الجزئية دي ماشي طيب
لكن لما اقول لك مثلا ايه اقول فالتكبر، التكبر هذا هو اسلوب اه اسلوب بتاع بتاع التحذير، اسلوب بتاع التكبر هات عيب مفعول به مع ايه منصوب لفعل محذوف وجوب ان تجره احذر وهكذا. ماشي يا اولاد، ادي صور من اسلوب هذا هات اسلوب اغراء وبين صورته الاسلوب وبين الايه وبين الصور. ماشي يا اولاد. طيب الصوره الثانيه العمانيون أمانة وصدق، صغ من هذه الجملة أسلوب إغراء. عايز أسلوب إغراء وحدد لك بقى عايز صورته الاسم الدال على الأمر المحمود معطوف على اسم آخر يدل على أمر محمود برضه، هتقول له الأمانة والصدق. الأمانة والإيه؟ ها؟ أيوة كده الأمانة والصدق. تمام كده يا حبايبي؟ ماشي. بس كده يا ولاد، آدي طريقة من طرق درس. اهم حاجة عشان تعرف تحل، عشان تعرف تجاوبي، تجاوبي وتسألي نفسك دي جملة اسمية ولا اسلوب اغراء. شوف التواضع ورضا الانسان، صح كده؟ مش اي كلمة حلوة يبقى هنا اسلوب اغراء، لا هيلعب لك على الجزئية ديت انت في ثانوية عامة. تعال نشوف هنا بيقول لك ايه، فقال نعم تواضعك لمن حولك وتقديرك له. هل كلمة تواضعك لمن حولك وتقديرك لا أسلوب إغراء؟ لا. هو كلمات حلوة، تواضع حلو وتقديرك حلو لكن مش أسلوب إغراء. لكن قول فالاحترام، الاحترام أيها أسلوب إغراء. صح كده؟ أسلوب إغراء أسلوب إيه؟ فما الكبر إلا بلاء، وقال حكيم وجدنا التواضع مع الجهل والبخل أحسن وأفضل من الكبر مع الأدب والكرم، فما الحسنة تغطت على سيئتين وما أقبح السيئة. بس كده. ليه بقى اسلوب التحذير؟ هو في التكبر، والتكبر ده اسلوب تحذير. الى هنا اكون قد وصلت لنهاية